صباح العيد والفرحة والبهجة. العيد في مصر حاجة تانية، البهجة المصرية ملهاش مثيل في بلد دي في أي مكان في الدنيا. لسه بنعيش مع حضراتكم أجواء عيد الفطر المبارك بكل تفاصيلها الجميلة. امبارح يوم جميل والنهاردة إن شاء الله يوم أجمل تاني، أيام عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير ومودة وبهجة، ودايما كده أجواء العيد تفضل من أجمل وأكتر اللحظات اللي بنحس فيها بالحب والمودة والجمال. ربنا يجعل أيامكم كلها أعياد يا رب. يعني العيد في مصر فعلا كمان حاجة تانية. صحيح. زي رمضان بنلاقي أجواء مختلفة، بنلاقي الناس كلها في الشوارع والناس كلها بتحتفل. يمكن تابعنا امبارح من المحافظات كلها على السوشيال ميديا صلاة العيد كانت عاملة ازاي في المساجد المصرية، وشفنا الناس من بعد كده كمان بتنزل ازاي تحتفل في جميع يمكن الحدائق العامة. منظر فعلا مبهج جدا، يفرح الأطفال وهم ماشيين في الشارع بملابس العيد الجديدة، بجلبيات حتى الصلاة، البلالين اللي كانت موجودة في كل حتة، الحلويات اللي كانوا بيوزعوها في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني كمان تاني أيام العيد دايما بيبقى ليها كده كمان نفس فكرة الأول يوم. يعني احنا عندنا كده في مصر يمكن مش بس 3 أيام العيد، لا احنا بنقول عليه رابع وخامس يوم العيد، احنا بنقضي الأجازة كلها في أعياد. الجو النهاردة ربيعي وحلو، الناس هتقدر ان هي تخرج وتتفسح، وعندنا أماكن كتيرة جدا في مصر للفسح، ومش بس في القاهرة لا كمان في جميع المحافظات. حقيقة فعلا بسنت الصورة امبارح كانت صورة مبدعة جدا، جميلة جدا، حالة الفرح. احنا شعب بيعرف يفرح ازاي، شعب بيهتم بالتفاصيل البسيطة جدا. زي ما بسنت قالت من أجمل اللحظات أو أجمل المشاهد اللي احنا كلنا تابعناها امبارح بعد صلاة العيد، الناس اللي بيوزعوا البلالين، بيوزعوا الحلويات للأطفال، وفي وشهم ابتسامة جميلة جدا، ابتسامة احنا محتاجينها. رغم كل الظروف احنا بنقدر نفرح، احنا بنقدر نخلي كده حالة العيد حالة جميلة جدا. شوارعنا، حوارينا، التفاصيل البسيطة جدا اللي موجودة في كل الأماكن في مصر في كل المحافظات، حالة البهجة المستمرة اللي هتكمل معانا تاني يوم إن شاء الله وتالت يوم ورابع يوم، يا رب كده يدمها علينا دايما ونحس ببعض. فكرة إن الإحساس بالآخرين دي حاجة مهمة جدا، عشان كده الناس اللي ملحقتش امبارح إنها تعيد على أصدقائها أو تعيد على جيرانها أو قرايبها والناس اللي بيحبوها، لسه في فرصة النهاردة. ممكن حضرتك أو حضرتك ترفعي سماعة التليفون تقولي كل سنة وانت طيب لحد من قرايبك، لحد من حبايبك. المكالمة المباشرة دي مهمة جدا، والرسالة اللي بالاسم دي مهمة جدا، بدل الرسائل اللي احنا بنشوفها بسنت كتير جدا اللي بنعملها فورورد كده وبتبقى من غير اسم. انت عارف والحكاية دي بجد انا طبعا انا عمري ما رديت على الرسائل دي، بس السنة دي اول سنة أقدر حتى الرسائل دي. والله يعني ابتديت ان انا اقول محدش خلاص حتى بقى عنده الوقت انه حتى يعمل سيلكت اول ويبعت، يعني اللي عامل مجهود حتى بانه يعمل ديزاين كده لكل سنه وانتم طيبين وابعتها لكل اللي عنده، ده كمان حتى يمكن كتر خيره. والله يعني انا دلوقتي ما اعرفش، بقيت بقدر الحاجات دي اكتر واكتر، وبقيت بقدر فكره بقيت بفكر كمان فكره انه حد بيعيد علينا وقد ايه جميل فكره. يعني الحمد لله ان احنا لسه بيجي لنا الرسائل دي. يعني عارف ممكن مثلا كام سنه من دلوقتي ولادنا يقولوا ايه ده، حتى زمان كانوا بيعيدوا على بعض ده فاهم، يعني دلوقتي ما بقاش فيه. يمكن يا محمد اتكلمنا عن العيد والاجواء وكانت عامله ازاي، انا عايزه اسالك عن انت بقى في البيت عندك اجواء العيد كانت عامله ازاي امبارح. امبارح طبعا الحمد لله ابتدينا بصلاه العيد، وزي ما قلت لك وقلت للساده المشاهدين، المشهد اللي احنا شفناه قدام ابواب المساجد او تحديدا المكان اللي كنت بصلي فيه عجبني جدا. فكره الناس الكبار والناس اللي ماسكين حاجات كده فيها حلويات ويوزعوها للاطفال، حاله جميله جدا. طبعا بعد ما صلينا العيد يا بسنت، بعد ما رجعنا البيت تاني وابتدينا بقى الوجبه المقدسه بتاعت العيد، ايه بقى؟ الكحك والغريبه والبسكوت. موضوع كبير قوي قوي. بس اتغديتوا رنجه ولا لا؟ طبعا اتغدينا رنجه برضو، وبعد رنجه بقى كميه ميه، شرب ميه مش عارف انا عطشانه لازم اشرب كتير. انت بقى يومك كان عامل ازاي؟ انا يومي الحمد لله كان لطيف قوي. طبعا اتجمعتوا كلكم بالظبط بس الصبح كده يعني يمكن نزلنا وشفنا الشمس في طقس كده عندنا كاننا بننتقم من نفسنا، احنا لازم نصحى الصبح في اول يوم عيد الفطر كلنا في مصر يعني، ونشرب كده الشاي بلبن. أيوة. الصبح بدري عشان نفتكر ان احنا لما كنا
كنا في رمضان مش عارفين نعمل ده، فنشرب الصبح بدري. نسيت بالظبط، ومع بقى البسكوت فعلا، ويعني تاكل بقى الصبح كده بسكوت وتشرب شاي بلبن في الشمس. وبعد كده اتجمعنا عند يعني عند بابا جوزي، وبعد كده رحت عند اهلي وكلت في البيتين. كلت في البيتين وحليت في البيتين، فطبعا الموضوع صعب جدا. عايزه اقول لك يعني الكحك والحاجات دي من الحاجات اللي طبعا دسمه جدا طبعاً، وبتزود طبعاً الوزن بطريقه كبيره. يعني بالنسبه للناس اللي ما قدرتش تمسك نفسها وزودت في اكل الكحك، انا عايزه اقول لكم ان احنا النهارده معانا زي روشته كده هنكتبها لكم في ازاي تقدروا تاكلوا الحلويات والكحك من غير زياده وزن. مش عارفه ازاي، ما اعرفش يعني، هنحاول نشوف الوصفه دي يا بسنت. يعني انا اول واحد في الفقره دي عايز اعرف الوصفه دي ماشيه ازاي، ازاي ممكن اكل الحاجات دي ووزني ما يزيدش؟ هل ممكن ده يحصل؟ ما اعتقدش. يعني من قلبي مش حاسس ان ممكن يحصل، لكن ممكن. خلينا نشوف ونتابع مع بعض النهارده الحلقه، ونشوف ازاي نقدر ننقذ ما يمكن انقاذه كده من اللي حصل في رمضان ومن بعده اللي حصل امبارح والنهارده كده، نلحق نمسك نفسنا لو فيها. يعني مره تانية كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير، ويا رب حياتنا كلها تبقى اعياد ونبقى مبسوطين. بصبح عليكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.